بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم مشاهدينا في قناه اخبار عاجله مع هذا الفيديو عن اول تعليق من اداره الزمالك بشان رحيل جروس. اكد اسماعيل يوسف عضو مجلس اداره نادي الزمالك ان المدير الفني السويسري لفريق الكره كريستيان جروس مستمر في منصبه، مشددا ان هناك اتفاق مبدئي على تجديد العقد. وكانت قناة بين سبورت الإخبارية أكدت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن المدير الفني جروس أبلغ إدارة الزمالك برحيله عقب نهاية عقده. وأضاف إسماعيل يوسف في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن ما تردد بشأن حديث جروس عن عدم تجديد تعاقده أو عقد أي جلسة مع إدارة النادي بشأن التجديد غير صحيح، وشدد على أن جروس لم يتحدث مع الإدارة طوال الفترة الماضية في أمور تخص النادي بهذا الشأن. وأكمل عضو مجلس إدارة النادي تصريحاته قائلا: جروس أبدى ترحيبه بتجديد عقده مع النادي، ومنذ ذلك الوقت لم يتحدث عن هذا الشأن ولم يفاتحه مجلس الإدارة، والجميع يركز فقط في مشوار الفريق بالبطولة الكونفدرالية والدوري المصري. وفي نفس السياق نفى أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك صحة حقيقة رفض المدير الفني السويسري كريستيان جروس تجديد عقده مع نادي الزمالك. وكتب نجل رئيس نادي الزمالك تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا فيها: لا صحة لهذا الخبر على الإطلاق، المدير الفني اجتمع مع رئيس النادي في حضوري أمس، والاجتماع كان بأكمله كان بخصوص الاستعداد والتحضير لمباراة النجم القادمة والاستعدادات الخاصة بالسفر، ولن يتم التطرق أصلا لتجديد أي عقود تخص المدير الفني أو اللاعبين. وكان كريستيان جروس قاد فريق الزمالك مطلع الموسم الحالي، حيث يتواجد الفريق الأبيض حاليا في المركز الثالث برصيد 60 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق بيراميدز، لكن يمتلك الفريق الأبيض 3 مباريات مؤجلة. واستعد الزمالك في الوقت الحالي لمواجهة النجم الساحلي في إياب نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية في مباراة من المقرر أن تقام مساء الأحد المقبل بسوسة. جدير بالذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت الأحد الماضي ببرج العرب بالإسكندرية انتهت لصالح الزمالك بهدف دون رد. شكرا لكم مشاهدينا متابعينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.